في المحاضرة دي إن شاء الله اللي هتبقى فعلا بداية شغلنا على سينما 4D، هنتكلم على البوليجونال موديلنج. البوليجونال موديلنج هو اللي بيخلينا نقدر نشكل الموديل زي ما احنا عايزين. يعني انا ما اقدرش ان انا امسك موديل زي ده واشتغل عليه براحتي، وبعدين دايما زي ما قلنا بلاش نشتغل على الجراد شيدنج، نروح لديسبلاي واقول له جراد شيدنج لاينز. بمجرد ما بنزل الموديل ده انا ما عنديش اي حاجه اشتغل عليها الا يا دوب البارامترز بتاعته، ما عنديش اي حاجه تانية، ما اقدرش ان انا اشكل فيه، ما اقدرش ان انا اطلع نقط بره، ادخل حاجات من دي جوه، ما اعرفش اعمل الكلام ده. عشان نعمل الكلام ده لازم احول الاوبجكت ده لايديتابل. منين؟ من الايكون دي، او ان انا اضغط سي. لو انا ضغطت على الايكون دي هقدر ان انا اشتغل على البوينتس، هقدر ان انا اشتغل على من هنا على الايدجز، هقدر ان انا اشتغل على الفيسز. اذا انا كده قدرت اشتغل على ال دي بنسميها السب ليفل او السب موديلنج ليفلز، اللي هي بشتغل على الوحدات اللي مكونه الاوبجكت. طيب هعمل كنترول زد وارجع تاني للسلندر، وعايزين نعمل حاجه. يعني انا عايز اخلي ده مثلا وليكن 200، وعايز اخلي الهايت اصغر شويه. تمام، حاجه كده مثلا، لو حتى الهايت كمان يبقى اصغر من كده. في الموديل اللي انا عايز اعمله انا مش عايز الكاب اللي فوق دي، مش عايز الفيسز دي. طب في حاله زي دي هعرف ادلتها؟ مش هعرف. فانا عشان اعمل لها ديليت لازم احول ده لإيديتابل وسلكت الفيسز واروح ل السلكشن تول. خلي بالك في السلكشن تول بالذات انت عندك هنا اوبشن مهم قوي اسمه اونلي سيلكت فيزيبل اليمنتس. لو انت شايل العلامه دي ما تضمنش، لو انت عملت كده انت ما عندكش فيس تانيه معموله عليها سيلكت، ما تضمنهاش. بس بص تحت في، وفي في الغالب هنا. تمام، ففي حاله زي دي علم على اونلي سيلكت وقوم جاي عامل سيلكت على دول. طب بعد كده ديليت. بس في نقطه مهمه قوي قوي قوي، لما بنيجي نعمل اي اوبجكت في سينما، اي اوبجكت، الاوبجكت ده فيه اتنين كاب، يعني فيه غطا من تحت وغطا من فوق زي ما بنقول بالعربي، عشان كده نحفظ مصطلح كاب. سينما لما بيحوله اديتابل بيسيب النقط مفتحه. يعني ايه؟ يعني لو رحنا مسكنا البوينت دي، اولا بص كمان لما بندلت حاجه بيسيب النقطه، بيسيب النقط مكانها. فانا ما اعرفش ليه بيعمل الحركه دي، وما اعرفش ليه الباج من يوم ما سينما اتعمل لحد النهارده فيه الباج ده. ده غير كده كمان لو مسكنا بوينت زي دي مثلا وجينا نشد لتحت هنلاقيها مفتوحه، يعني لو طلعناها كده اهي مفتحه. طب احنا هنشتغل كده؟ لا طبعا، كنترول زد زد. نعالج المشكله دي ازاي؟ كنترول A رايت كليك اوبتمايز. اوبتمايز الامر ده او الكوماند ده فايدته ان النقط اللي فوق بعضها او القريبه من بعضها قوي بيعمل لها ويلد، يعني بيلحمها مع بعضها. وفي نفس الوقت النقط اللي ملهاش ايدجز ماسكاها، ملهاش فيسز، ملهاش اي حاجه زي النقطه اللي كانت في النص من شويه، بيقوم جاي عامل لها ديليت. لو ضغطت اوبتمايز خلاص كل حاجه بقت تمام. طيب تمام قوي، انا زي ما قلت انا مش عايز الفيسز دي، همسك دول برضو سيلكت تول ديليت. وطالما عملنا ديليت ارجع للبوينت مود كنترول A، في بوينت في النص ملهاش لازمه اهي، رايت كليك قوم قايل له اوبتمايز، يقوم جاي شايل كل. طب جميل، هقفل مكانهم ازاي بقى؟ انا كل انا قلته، انا ما قلتش انا مش عايز الفيس اللي فوق، لا انا قلت انا مش عايز انا عايز الفيس بس من غير كميه السيجمنتس اللي كانت موجوده دي. طب هقفل ازاي؟ بسيطه، لو احنا جينا عملنا رايت كليك، عندي هنا تول تانية اسمها كلوز بوليجون هول. لو مسكت كلوز بوليجون هول
وقفت عند اي نقطه، بص هيعمل ايه، انا ما ضغطتش، انت بس اقف كده، هيقوم جاي مديلك العلامه البيضه دي، كليك قفل. نفس القصه فوق، كليك قفل كده، انا قفلت ومن غير كميه السيجمنتس اللي كانت موجوده هنا، عشان اعرف اشتغل واشكل براحتي، لان انا عايز اعمل تفاصيل كتير في الفيس اللي موجود فوق ده. تمام. طب جميل، انا اكتشفت وانا شغال دلوقتي ان انا عايز اعلي شويه الهايت مثلا، ده قصير، هنعمل ايه؟ هنروح للسلكشن تول واجيب الريكتانجل سلكشن تول. في ريكتانجل سلكشن تول اخليني على البوينت مود واحدد كل النقط اللي فوق دي. تمام، بالمنظر ده كده. خلي بالك only select visible element، المره دي مش متعلم عليها، المره دي بقى فعلا انا محتاجه مش متعلم عليها. ليه؟ لو انا عملت سلكشن كده وضيعت السلكشن ده كده، اضغط في اي حته ضيعه، ارجع هنا تاني وما تسيبش دي، اعمل كده. ويفضل بقى لما تيجي تسلكت vertices، تمام، او بوينتس، على فكره كلمه فيرتكس زي كلمه بوينت، لو انا قلت سلكت vertices او قلت سلكت بوينتس هي نفس الموضوع. يفضل لما تيجي تعمل الموضوع ده وانت عايز سلكت ورا وقدام، تقوم رايح كده ورايح على الفرونت او الرايت، المهم روح على اي مسقط 2 دي ومعامل كده. بالمنظر ده انت جبت النقط كلها. طب لو دي متعلم عليها وقمت جاي عامل كده، صح جبت النقط كلها مظبوط؟ لا مش مظبوط. بص هنا كده، اذا ما تحفظش المعلومه اللي انا بقولها، لكن ركز هتوظفها ازاي وفين. كليك شيل دي بقى وارجع هات دول كده. تمام، بعد كده يا دوبك بس زقهم لفوق، اكتر من كده مش عايزين اي حاجه. طيب بعد كده، بعد كده هسلكت الفيسز، عايز اشتغل على الفيس ده only select visible element متعلم عليها، مش هفضل كل شويه اقول دي، خلاص احنا عرفناها. تمام، مش بتاعنا، كليك الفيس. طيب انا عايز اخد ده لجوه شويه وانزل تحت، واخده لجوه شويه واطلع فوق، وهكذا، يعني عايز اعمل زي بروز كده. هنعمل رايت كليك. بالمناسبه بقى القايمه دي كلها او الاوامر دي كلها انت ممكن تعمل منهم باليت. يعني ايه باليت؟ يعني تقدر تعمل منهم بار زي اللي فوق ده. في حاجه بقى مهمه قوي، بما اننا اتكلمنا على الحته دي، انا عايز اعمل رايت كليك على البار اللي فوق ده، اي ايكون، اي حته، رايت كليك ايكون سايز ميديوم، رايت كليك ايكون سايز ميديوم، رايت كليك ايكون سايز ميديوم، في هنمديوم، هنمديوم حاجه تاني، مش هنمديوم حاجه تاني. تمام. طب انا عملت ده كله ليه؟ عشان اخلق مساحات ليا اعرف احط فيها اللي انا هعمله دلوقتي. بصوا كده، هروح لويندو، ومن ويندو هقول له كاستمايز، ومن كاستمايز هقول له حاجه اسمها كاستمايز كوماند او نيو باليت. انا كده اخترت نيو باليت، يعني هعمل باليت جديده، همسك دي كده واعملها كده. بعد كده ويندو كاستمايز، واقول له كاستمايز كوماندز. دي بقى كل الكوماندز اللي في سينما 4 دي. انا دلوقتي عايز اعمل هنا زي شورت كاتس للحاجات اللي انا هستخدمها على طول. مثلا على سبيل المثال انا هقول له مثلا اكسترا، اقول لكم على حاجه، هاجل دي دلوقتي لغايه ما نستعمل كام اداه، وبعدين نعملها في الاخر، عشان حتى تبقوا عارفين الادوات لما بنحطها اسم كل اداه بيعمل ايه. تمام، رايت كليك وهقوم قايل له اكسترود انر. اكسترود انر فايدتها ان انا لما ابقى عامل سيلكت على فيس وامسك واسحب، بيسحب ده لجوه بالمنظر ده كده. تمام، اكسترود انر احنا عندنا هنا الماكسيمم انجل اللي هو الفرق بين كل اتنين فيس، وفي الغالب يبقى 90 فيما فوق. الاوفست اللي هو المساحه، انا بدخل او بزق لجوه قد ايه،
وخلي بالك انك بمجرد ما تسيب الاداه، يعني بمجرد ما السلكشن يروح منك، ما تعدلش هنا تاني، لان هيعدل فوق اللي انت عملته. فكنترول زد وترجع تشتغل مره تاني. دي كده اكسترود انر. طيب عايز ازق لتحت، رايت كليك اكسترود، تمام، وتمسك نفس الفيس، وطبعا بتسحب يمين يا شمال، طبعا شمال كده انا بنزل لتحت. طب هو في طريقه تانية اعمل بيها الحركه دي غير اكسترود؟ امسك السلكشن تول وتعالى اضغط على كنترول، وامسك المحور بتاعك وانزل لتحت. اظن كده بنشتغل باكتر من طريقه. تمام. طيب عايز ازق لجوه، قبل ما ازق لجوه عايز امسك سكيل واعمل سكيل صغير كده، بحيث يعني ياخد تشينفر، يعني ياخد ما يبقاش نازل زاويه قايمه يعني. بعد كده رايت كليك تاني، اكسترود انر، عايز ازق جوه كمان سنه، رايت كليك اكسترود واسحب لفوق. طبعا انا شغال راندوم ولا من غير قياسات ولا مساحات ولا اي حاجه، وده مش صح، بس يعني احنا بنعمل حاجه فور فان. سكيل دي سنه لجوه كده، تمام. بعد كده رايت كليك تاني، اكسترود انر، المره دي لجوه شويتين، وممكن ازود هنا شويه كده. تمام. بعد كده رايت كليك اكسترود كنترول، واقوم هوب نازل بدي لتحت. دي بقى هاخدها جوه سنه، وبعدين رايت كليك اكسترود انر سنه بس لجوه كده، وبعدين كنترول واسحب الفيس ده فوق بس. بعد كده سكيل، وهنسكيل ده لجوه شويه. حاجه ما عملناش حاجه، كل ده احنا شغالين بأداتين، اكتر من كده ما اشتغلناش. تمام جدا. طيب انا استخدمت كام اداه؟ اكسترود، اكسترود انر، ودول هنستخدمهم كتير. تمام. فممكن نعمل ايه؟ نعمل لهم شورت كات، هعمله في الاخر عشان يبقى استخدمنا كذا اداه برضو. طب كده حلو. عايز بقى مثلا هنا وهنا مثلا اعمل زي حفر او تفصيله كده، هعملها ازاي؟ انا عايز امسك في النص بالظبط. اطلع، يفضل تطلع على التوب فيو، تمام، عشان تعرف الفيسز. طبعا انا عندي هنا اكس اهو، طبعا ده الخط بتاع العرض بتاعي، اذا انا همسك الاثنين دول وصادوا من الناحيه الثانيه الاثنين دول. هنسلكت اونلي سيلكت فيزيبل اليمنت، همسك الاثنين دول قدامهم شيفت الاثنين دول. تعالوا كده نروح في البرسبكتيف ونشوف، هنلاقي الدنيا زي الفل. احنا عايزين نعمل تفصيل، عايزين نعمل حفره كده لتحت. واحد ما يجيش يقول لي ايه تمسك كنترول تعمل كده، اوعى تعمل الحركه دي، اوعى تخلي في حاجه بالمنظر ده، ما ينفعش، ما ينفع الموديل بتاعك هيطلع بشع. ما ينفعش تسيب فيسز كده متعلقه لوحدها مع نفسها كده. طب هو ايه الحل؟ تمام. الاول قبل، انت عايز تنزل لتحت صح؟ قبل ما تقوم نازل على طول، خد دخله لجوه وبعدين انزل، رايت كليك اكسترود انر، قوم واخد دخلتك لجوه كده، تمام، وبعد كده ننزل لتحت. احنا ممكن ننزل تحت على طول، بس انا عايز اعمل حاجه ظريفه شويه. هنمسك كده ونمسك البوينت مود وسلكت البوينت دي مع البوينت دي، تمام، نفس القصه الناحيه الثانيه، شيفت البوينت دي مع البوينت دي، بحيث ان انا اخلي ده مربع مستطيل، يعني مش مربع مربع بس مستطيل. امسك السكيل وبص كده على زد وسكيل دول، يعني اللي هو حاول تخليه مستقيم يعني. ارجع للفيسز تاني، خلاص انت كده خلاص خدت دخلتك لجوه، ما تخافش بقى،
روح هنا كنترول وانزل لتحت. تمام، بالشكل ده كده انت عملت الديتيلايه دي او التفصيله دي وانت مش خايف من حاجه والدنيا معاك تمام وزي الفل. طب خلي بالك من نقطه، ان الاوبجكت ده مش هنسيبه مضلع بالمنظر ده كده، لازم هنعمل له سموز. عشان نعمل له سموز طبعا لما نعمل سموز هيبقى فيه شغل تاني. هنروح للاوبجكت تمام، واروح من هنا من الجنريتورز، وعندي حاجه اسمها سب ديفيجن سيرفس. هو باين يعني، بص الحاجه لو مربعه بالمنظر ده هتبقى شبه الكوره، وفعلا ده اللي هيحصل. هكليك امسك الاوبجكت بتاعي ارميه جوه السب ديفيجن، مجرد ما يتحط هتلاقي ده اتعجن. تمام، طبعا بقى عامل شبه الفطيره المقلوبه، جميل، او شبه الكب كيك، حلو. لكن احنا طبعا هنظبط الكلام ده كله، هشيل ده ونكمل. طب ده كده الدنيا تمام. عايز برضو اعمل مثلا وليكن بروز هنا كده. طب ده هعمله ازاي؟ ما هو انا مش هينفع ان انا اروح كده واقوم ماسك الاتنين فيس دول واقوم جاي، مش حلو يعني. انا عايز اصلا اسيب مسافة هنا ودول يتسحبوا من النص التحتاني. واحد يقول لي اوب ده احنا كده ايه، ده احنا محتاجين نعمل قط كده، يبقى فيه قط محوط دول، مظبوط؟ فعلا كلامك صح. طيب هنعمل القط ده ازاي؟ هنعمل رايت كليك، وهناخد في كذا مليون طريقه تعمل موضوع القط ده. في عندي الايدج كات، وفي عندي الحاجه اسمها لوب باث كات. اللي بيستخدم فيرجنز قبل اصدار 18 هيلاقي اداه اسمها النايف، فعشان كده قلنا نستخدم 18 ونوحد الفيرجنز، خصوصا لو انت لسه بادئ عشان ما تتلخبطش، لان 18 فيه ابديتس كتيره جدا مختلفه تماما عن الاصدارات اللي قبله. هناخد اللوب باث كات وبس اهو، يعني انا بمجرد ما بقف كده هو بيقول لي انت عايز تكت فين. بس في الحاله بتاعتي دي انا عايز اكت واحد هنا وواحد هنا، فيها معنى ان انا ممكن اعمل كده وكده، وصح. بس احنا ممكن نعملها بطريقه تانية. ممكن رايت كليك واقول له ايدج كات، بس قبل الايدج كات لو هتستخدم الايدج كات هتسلكت كل الايدجز دي. واحد يقول لي طب جميل نعمل كده بقى وشيفت ونفضل، لا دلوقتي انا عايز سلكت دي وكل اللي جنبها داير ما يدور كده. اذا انا عايز اسلكت دي واللي بيوازيها، صح؟ طالما هسلكت اللي بيوازي يبقى هروح لسلكت ومنها هقول له رينج سلكتر او رينج سلكشن. هسلكت اقوم جاي كليك، بعد كده رايت كليك واخد الايدج كات خلاص، واشيل كرييت ان جونز واقول له انا عايز اتنين، عايز كاتين، اتنين كات، وابلاي. بعد كده شفت السكيل ده، اعمل سكيل زي ما انت عايز، سلام، بالشكل ده خلينا كده تمام. عايز تزود زود، عايز توفست تقوم تحت فوق زي ما انت عايز. اوبس، كنترول زد، هنعيد تاني، سيلكت رينج كليك كليك ايدج كات ابلاي 50%، ومتشكرين على كده وبنفس القياسات القديمه. وبصراحه انا هشدها تحت سن يعني لغرض في نفس يعقوب. خلصنا، اوعى تعلم على دي، هتلاقي شلفطه في الموديل. حلو، طب جميل، عايزين نعمل منظر في الموديل ده.
شفتوا الايدج دي؟ عايزين ناخد دي مع دي مع دي مع دي وناخد نفس الايدجز دي كده اهو، داير ما يدور، بس المره دي انا هسلكت المتتالي مش المتوازي. المتوازي بيعمل رينج سيلكت، اما المتتالي سيلكت لوب سيلكشن. بص حتى الايكون ده ورا بعضه، ده بيوازي بعضه. لوب سيلكشن، اقف هنا كده كليك. كل انا عايز اعمله بس ان انا امسك ده واقوم واخد ده تحت سنه كده، يعني يبقى فيه منظر، مش عارف اقول منظر يعني للموديل ده. كده الدنيا بدأت. ها بص كده، يعني هتظبط هتظبط كده، جميل قوي. تعالوا بقى نروح للفيسز وناخد الاثنين دول، الاثنين فيس دول، تمام. وممكن ناخد على فكره كمان اللي فوقهم، بس هناخد دول وكنترول واطلعها بره بالشكل ده كده مثلا، او كنترول زد وخليني اخد دول كلهم كده كنترول واقوم اطلعها بره كده. وممكن نعمل منظر حلو برضو، اروح للسكيل وسكيل دول سنه واسكيلهم كده سنه كمان. بدأنا ناخد حاجه، تمام كده الدنيا فل. طيب لو انا عايز اخلي ده عامل شبه حرف اليو كده، يعني تحس ان فينا فراغ، ده نعمله ازاي؟ هنروح للايدج مود، رايت كليك، وهاخد المره دي اللوب باث كات كده، واقوم جاي اقف مثلا هنا كليك كده، انا قطعت اهو اللوب باث، بتقطع داير ما يدور. اللوب باث كات على فكره ليها حاجه حلوه قوي، لو عملت كنترول زد فينا حاجه اسمها سيمتريكال كات. سيمتريكال كات بتقطع زي الميرور، يعني ايه؟ لو عملت كده ورحت عملت كده، بص هيقطع فين؟ في الحتتين، يعني هيقطع ورا وقدام، ودي هتنفعنا جدا واحنا شغالين دلوقتي، اللي هي السيمتريكال كات دي. بس حالا انا مش عايزها، فانا هاجي هنا بس واقوم جاي عامل كات. طبعا براحتك، دي مساله تقديريه ليك. بص بقى يا سيدي، هنروح ناخد دول، شفت الفسافيز الفيسز دي، شيفت على فكره كليك، تمام رايت كليك، ها اكسترود، وناخد دول لجوه. اوعى بقى تكمل تكمل، هوب هتلاقيهم ضربوا منك، تقوم واخد اهو، قوم واخد دول كده تمام بالمنظر ده كده حلو. وممكن لو عايزين يعني نشكل الاوبجكت احلى من كده كمان، ممكن نزق النقطه دي لجوه شويه. واحد يقول لي طب ما انا امسك بقى النقطه دي وبالموف تول اقوم عامل كده، خربت تمام. بص كده باظت. وممكن كمان ده انت خدمك ان الايدج دي كده، ده انت ممكن تيجي تزقها تلاقي راحت نازله منك تحت. لا، لما تيجي تعمل حركه زي دي، لما تيجي تعمل حركه زي دي وعايز تحرك بوينت بس على امتداد الايدج واخده نفس التوبولوجي، يعني نفس الاتجاه ونفس الانسيابيه، ما تتحركش بالموف، تسلكت البوينت ورايت كليك، وعندك هنا اداه اسمها سلايد، اداه الزحلقه، اظن بعد الاسم ده مش هتتنسي، تمام سلايد، وروح على السلايد اهي واعمل كده. كده انت ضامن ان البوينت بتاعتك مظبوطه بالملي، تمام. هقول لك حاجه اصعب، هتقولي طب ما دي زي اللي فاتت، ماشي، شوف بوينت زي دي، كنترول زد بس، بوينت زي دي عايزك تحركها لي هنا، تيجي هنا هتقول لي طب ما يعني انت هتضحك عليا، ما انا اعمل كده واعمل كده. اظن يعني بلاش اكمل، ما ينفعش بالمنظر ده الا في احوال قليله قوي، لكن لو عملت رايت كليك وسلايد رحت جاي
سكة كده وطلعها كده. شايف؟ شايف الفرق؟ هو ده الفرق. تمام. خلي بالنا من شوية الأدوات البسيطة اللي احنا هنتعلمها. ممكن دي كمان يعني امسك البوينت دي و يعني اخدها كده سنة، يعني اريح الشيب او الشكل بتاعي بالشكل ده كده. وانت حر كمل بقى زي ما انت عايز. لكن ده كده الشيب اللي انا رسيت عليه. لو جينا عملنا كده هنلاقيها بدأت او هتبدأ تاخد الشكل اللي انا عايزه، بس لسه هنكمل. هسيب دي دلوقتي، هسيبها حالا وهشتغل، هكمل شغل هنا. انا كده زي ما قلت عملنا التفصيلايه او التفصيله اللي فوق دي. تعالوا نعمل هنا، عارفين زي خرام، واحد هنا مثلا، واحد هنا مثلا، واحد هنا، وهكذا. يعني عايزين نعمل بتاع حوالي 4. عشان اعمل حركه زي دي انا محتاج فيس، محتاج فيس زي المربع، حاجه زي ده كده. طب انا هجيبه منين هنا؟ ما عنديش، ده انا كلهم عاملين كده. هيقول واحد يقول لي طب ما احنا نعمل ايه؟ نقوم ماسكين ده كده وكده اهو، ونعمل زي المره اللي فاتت. طب ما انت كده عندك مستطيل، انا عايز مربع. اجيبه منين؟ ان احنا نزود هنا ايدجز. طب نزودها ازاي؟ شاطر شاطر، في واحد بيقول لي نستخدم ايدج كات. جميل، ممكن ايدج كات. اروح كده وكليك سيلكت رينج سيلكتور او رينج سيلكشن، وكليك كده 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 خلاص مسكت الرنج. تمام. بعد كده رايت كليك ايدج، ايدج كات، افتكر 2 هتبقى كويسه، 3 هتبقى كويسه. خلي دي 50. تمام. وافتكر ان دي كده هتبقى تمام، مش هيبقى عندنا فيها مشكله. بعد كده نروح للفيسز بقى ونشوف احنا هنمسك انه فيس. هنا انا مش هبقى اكيوريت قوي، بس همسك الاربعه دول وهمسك الاربعه دول والاربعه دول والاربعه دول. تمام. كل الحكايه ان انا محتاج سكيل. تمام. ومحتاج ان انا اعمل رايت كليك اكسترود انر الاول واخد دول كده. سكيل تاني. بص بقى اللي بيحصل. شايف 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 شايف, شايف اللي بيحصل؟ السكيل غلط. السكيل بيتعمل لافف. حلو. عندي حاجة تانية رايت كليك، حاجة اسمها نورمال سكيل. تمام. لو رحت للنورمال سكيل وسحبت كده، بصوا السكيل مظبوط. تمام. بعد كده رايت كليك اكسترود، والمرة دي اكسترود لجوه بالشكل ده. جميل جميل. لو جينا عملنا كده اهو، احنا عمالين ناخد تفاصيل، بس احنا لسه ما حطيناش التوبولوجي ولا الرسمه بتاعه الموديل. احنا كده بنظبط اماكننا، هنتعامل مع السموث ده بعدين. طب انا كده حفرت فوق، حفرت هنا، لسه هنا بقى. طب هنا ده موال ليه بقى؟ اولا انا لو عايز اعمل مثلا حاجه، انتوا عارفين شبه الفتحه بتاعه المسمار اللي هي الفتحه العريضه بتاعه المسمار دي، عايز اعملها هنا. بس عشان اعملها هنا انا محتاج فيسز، صح؟ طب عشان اعمل فيسز، واحد يقول لي طب ما احنا ممكن نعمل كده اهو ونقعد بقى ايه نعمل اكسترود انر. لا، انت عايز تشتغل على السطح ده من غير اكسترود، عايز تشتغل مباشر، تحفر فيه مباشر. في الحاله دي لازم فيسز. الفيسز المره دي تيجي بطريقه تانية خالص. شفتوا النقط دي؟ هنوصلها ببعض، بس توصلها ببعض بشرط الموديل الكويس ما يبقاش فيه تريانجلز، ما يبقاش فيه مثلثات، تبقى الفيسز اللي فيه كواد. يعني ايه كواد؟ يعني 4 اضلاع، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهكذا.
ده ادي 1 2 3 4 وهكذا. لو في مثلثات مسموح بيها حدود ضيقه قوي، اما في حاله زي دي تعمل لنا مشاكل. طب ازاي انا هوصل دول